السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غادي نحاول نجاوب فيها على واحد السؤال جاني من احدى الاخوات ايتيديونت في بي سي اس اي بروميير اني. دونك الاجابه غادي تهم بزاف ديال الناس، سواء ام بي اس اي، بي سي اس اي، تي اس اي. الاجابه غتكون جينيرال. نبداو بلا بروميير دي شوز، يعني لا بروبليماتيك الاولى اللي ربما يقدر يتلاقى ان ايتيديون ولا ان ايتيديونت في البروميير اني بريبا، لو بروبليم ديال لي لونغ. يعني الواحد كيكون مولف واحد ان سيستيم مثلا بالعربيه، او لا يعني عنده مشكل قديم في اللغه الفرنسيه، فربما ليكور كيلقى اشكال، كيلقى اشكال في التواصل. دونك هنايا لا سوليسيون اللي كنقترح ان الواحد يدخل في ان ريجيم فورسي، سكو جابيل ان ريجيم فورسي، بمعنى هاد اللغه الفرنسيه هادي. وهذا الشيء اللي كنشرح في لا فورماسيون، يا بغيت نلخص لك لا فورماسيون، تحاول تسمع بزاف. دونك غتحاول تسمع وتحاولي تسمعي بزاف ديال اللغه الفرنسيه صباح مساء. دونك هنا كنصح مثلا فرونسي اوتونتيك، دخلوا لا شين يوتيوب ديالو وتسمعوا لي فيديو ديالو، دونك رائعين بزاف. انا صراحه عاونوني، كنت بريبا في الصباح هكا كنسمع دي فيديو ديالو، كان يعني الواحد كيكون عنده دي تومور هكا شي اوقات اللي ما كتكونش فيهم انتاجيه او شيء ما، فكتستغل هاد الوقت هذا وكتسمع لي زوديو مفيدين. ننصحكم كذلك بلاشين يوتيوب ديال ادريس ابيركان، ننصحكم تسمعوا لهذا السيد. دونك عنده تستافدوا فكريا وتستافدوا في اللغه، دونك خص تسمعوا. هذا هو الحل، ان هذه اللغات تفرضوها على راسكم. خص الواحد ضروري يبقى تسمعوا دائما، يعني شوفوا دي فيديو فرونسي، قراو فرونسي، كما قلت ان ريجيم فورسي. دونك فوالا، كذلك كاين ان ليفغ، ان ليفغ ديال ادريس ابيركان سميتو ليبيري فوتر سيرفو. غتشدو هاد لو ليفغ هذا، تشدو لا فيرسيون بي دي اف، دونك غتستعملو التقنيه ديال الاوديو بوك، بمعنى في نفس الوقت كتشوفوا الكتابه وكتسمعوا الاوديو. هذه تقنيه مهمه جدا، غتعاونكم في السبيكين، تعاونكم في لا كومبريونسيون. دونك هذا هو، دونك تحاولوا تركزوا على لسنين. دونك لسنين و كيعطيك سبيكين. دونك فوالا، وعندك الرايتين غادي يجيبوا لك الريدين، خاص تقرا. فوالا، خاص تقرا، تحاول تقرا الكتب باش تحسن الرايتين ديالك. دونك هادو هما لي دو سوليسيون، لا لو ريزومي ديال هاد لو بروبليم هذا ديال لا لونغ، كيتمثل في هاد الشيء. خصنا نسمعوا بزاف ديال اللغه، اللغه الاصليه نسمعوها من الناس اللي اللغه الفرنسيه ولا اللغه الانجليزيه لغه ام، نسمعوا لهم صباح مساء، نديروا دي زوديو، دي زيم بي 3. دونك فوالا، الاشكال ديال الفرنسيه بهذا الشكل هذا غادي يتحل في ظرف وجيز جدا. اننا كنسمعوا بزاف وكنقراو بالفرنسيه وكنسمعوا داكشي اللي كنقراو يعني مسموع. كذلك مساله اخرى اللي ربما نقطه اخيره، انه الواحد يعني يعلم او لا يولف العضلات ديال الوجه ديالو على بعض النبرات الصوتيه. بمعنى غتشد كتاب مثلا، هذا الكتاب ديال لي بيغي فوتر سيرفو، غتشد تاخذ دي بارتي منه وغتبقى ترددهم بصوت عالي، تمشي بوحدك ترددهم بصوت عالي. هذا الشيء غادي يخلي ان كيتشكلوا النبرات الصوتيه، العضلات ديال كيولفوا هاد المخارج هادو ديال الكلمات ديال الجمل. دونك هذا تمرين مهم جدا، تمرين مهم جدا، التمرين ديال الاستماع والتمرين ديال انك كتردد ولا كتقرا بصوت مرتفع وكتحاول تجبد مزيان، دونك كتكسل مزيان باش يعني دونك كيكون عندك لارتيكولاسيون كتكون مزيانه. دونك فوالا، هذه لا ريبونس ديالي بالنسبه دونك غادي نحاول نكون بريسي ما نطولش بزاف. دونك فوالا بالنسبه لي لونغ. الاشكال الثاني هو المساله ديال المات. دونك بزاف يعني كيلقاو المشاكل بالنسبه للمات في البريبا. اول حاجه كنصح بواحد لاشين يوتيوب، دونك لي ماتون فينيس. دونك هاد لاشين فيها دي بلاي ليست زوينين، دونك غتستافدو منهم. فيها سيرتو واحد البلاي ليست لو بودكاست، هادي كيشرح فيها يعني لا ميثود دو ترافاي، كيشرح فيها اشياء كثيره زعما مهمه. فيها كذلك لي مات يعني ابروبرومون دي فوالا، كيشرح دي نوسيون ماتيماتيك مزيان. دونك هاد لاشين تقدروا تستافدوا منها. بالنسبه للكتوبه غادي ننصح يعني بجوج كتوبه الصراحه، الا كنت غادي ننصح بجوج كتوبه فقط غادي ننصح بهاد الجوج هادو. الكتاب الاول هو اكزارسيس داناليز ديال دافيد ديلوناي.
دونك ننصحكم بالكتوبه ديال دافيد ديلوناي، راه كاينه وقيله بكاع الكاع لي فيليير. دونك دافيد ديلوناي عنده دونك كتاب رائع، فيه دي ريزومي تقدروا تلقاوه في لا بيبيوتيك، في لي ريزومي، في لي زيكزارسيس، واحد العدد ديال لي زيكزارسيس مهمين. دونك كاين بالنسبه، كاين بالنسبه للاناليز كاين اكزارسيس داناليز، وكاين بالنسبه للالجبر كذلك، يعني كتاب اخر ديال الالجبر ودو بروبابيليتي. دونك ننصحكم بهذا الكتاب ديال دافيد ديلوناي، غتلقاوه بالنسبه جو كخوا لي فيليير كاملين. دوزيام ليفغ جاسيغ، دونك جاسيغ. دونك علاش ذكرت هاد لي دو ليفغ؟ لحقاش كيمشيو ميثوديكمون، كيعطيو دي ميثود، دي ميثود ودي زيدي لي فريكونت لي ريكيرونت كيتعاودو. دونك هما كيشرحوهم ليكم انا في هاد من خلال دي زيكزارسيس، من خلال دي زابليكاسيون. دونك هاد لي دو ليفغ مهمين بزاف. الا كنت غادي ننصح بكتاب واحد، ننصح بالكتوبه ديال دافيد ديلوناي صراحه، كتاب ديال اكزارسيس داناليز اي اكزارسيس دو بروبابيليتي اي دالجبر. دونك هادو مهمين لا بالنسبه للبروميير اني، لا بالنسبه للدوزيام اني كاين حتى هما. دونك كنصح بهاد لي ليفغ هادو. اوتر كو سا، دونك خص لو ترافاي، الواحد يحاول يخدم دي بروبليم، يحاول دونك دونت جيف اب، يعني الواحد ضروري خص يدير مجهود. غتلقاو شي صعوبات، لكن ديك الصعوبات غتفوت ان شاء الله، غادي تشدو لا باز ديال المات وغتمشيو مزيان ان شاء الله. دونك ما تخافوش، خص الواحد يستمر، ما يقنطش، يعرف بانه راه بروميير غاني، مازال يعني كاين الوقت فين يستدرك، فين دونك يخدم دي بروبليم، يخدم لي ريغل ولا لي غروند باز ديال المات. دونك هادشي اللي كاين. كاين كذلك واحد السيت زوين، فيه دي فيش هكا ميثوديك، زعما رائع، سيت رائع نصحكم به، ديال دونك سان بريو. سان بريو، دونك هاد لو سيت هذا تكتبوا فقط سان بريو فيش تكنيك ام بي اس اي، سان بريو فيش تكنيك دونك ام بي اس اي، غتلقاو هاد لو سيت هذا في دي فيش ميثوديك رائعين بزاف، ودي ريزومي، وفيه يعني اشياء كثيره. دونك هادشي بالنسبه للمات. دونك بالنسبه للفيزيك، كنصح بلاشين ديال اي ليرني فيزيك، كان مهمه بزاف. دونك حاولوا تشاهدوا الفيديوهات ولي بروبليماتيك اللي كاينين، دي بروبليم هكا دونك في كاع لي دونك لي دومين ديال لا فيزيك. غتاخذوا لا ميثودولوجي دو ترافاي، يعني تاخذوا داك ليسبري افورس انكم كتسمعوا بزاف ديال وكتشوفوا بزاف ديال لي فيديو، بزاف ديال لي بروبليماتيك. دونك غتعلموا هاد لا ميثودولوجي دو ترافاي، هاد لا ميثودولوجي دو ريزوليسيون. دونك مهم انه تتابعوا هاد لا شين هادي، وتتابعوا فيها دي بلاي ليست، حاولوا تشوفوهم ان شاء الله غتستافدوا منهم بزاف. اوتر كو سا، كاين دي ليفغ، موجود دي ليفغ، الواحد يحاول يخدم دي بروبليم هكا، دي زيكزارسيس من خلال دي ليفغ، كاين بزاف صراحه ديال لي ليفغ. كاين كذلك دي سيت، باغ اكزومبل السيت ديال فيليب جيرار. دونك فيليب جيرار فيه دي دونك دي بروبليم ريزولي كاع على ما، يعني كاين التصحيح مكتوب باليد، دونك كيكون مزيان هكا، ربما كيكون موتيفون كتر. دونك فيليب جيرار، دونك هذا سيت مهم ديال لا فيزيك، تلقاو فيه اشياء كثيره ممكن تستافدوا منه. دونك هادشي اللي غادي نقدر نقول لكم بالنسبه لهاد لي زيليمون. الواحد يحاول يخدم، ما يقنطش، يعرف بانه عنده الوقت، راه بروميير غاني، كاين الوقت، مازال الواحد يقدر يستدرك. استعنوا بلا تكنيك ديال لا فيديو الى لقيتو، سورتو بون بالنسبه للمات كاين نقط، كذلك حتى لي كور ديال لا فيزيك ديطايي، دونك لي كور ديطايي حق ما كاينش في انترنيت. دونك هذا اشكال. دونك دو ما بار غادي نحاول نكريي كلكو فورماسيون دونك على دي كور دو مات ديطايي دو فيزيك، كذلك دو ريزومي هكا كومونتي، لان اللي كنحتاجو بزاف هو لو كومونتير، ان لي ريزومي لي كور موجودين بزاف كاينين، مي خصنا ان كومونتير، خصنا ان كور كومونتي، زعما افيك دي ميزون كارد، افيك زعما فوالا كيلكان كي بارلي كي اكسبليك لي شوز. دونك هادشي اللي كاين بالنسبه لهاد لا فيديو، حاولت نجاوب على هاد لي تخوا زيليمون. دونك بالنسبه لي لونغ، الواحد يدخل في ان ريجيم فورسي، يسمع بزاف لا لونغ، يحاول لي براتيكي، يستعمل لي ميثود ناتوريل. بالنسبه لي مات، عندكم لي مات اون فينيس، حاولوا تسمعوا باش تاخذوا لا ميثودولوجي كذلك، تاخذوا لي زيدي يعني ليسبري ديال لي مات. السيت كيشرح مزيان، وعنده ميثودولوجي زوينه. دافيد ديلوناي بالنسبه للكتوبه، دونك بالنسبه للاناليز، بالنسبه للالجيبر وبروبابيليتي، كذلك لو ليفر ديال جاسيغ،
كتاب مزيان، سيت ويب ديال سام بولا فيزيك، دونك كنصحكم بلا شين ديال اي ليرنين فيزيك، حاولوا تسمعوا ليها بزاف. لو سيت ويب ديال فيليب جيرار، وكاين الكتوبه توتونا، كاين اش بريبا، كاين بزاف ديال الكتوبه، دونك شوفوا اللي مناسب واجتهدوا، ما تقنطوش. دونك الواحد يدير مجهود، يدير ان بلون، دونك الواحد غيدير ان بلون بالنسبه لا لونغ كيسمع يوميا، غيدير ان بلون بالنسبه لي مات مثلا، كيشوف دي فيديو كيقرا هكا دي ريزومي ولا كيخدم لي زيكزارسيس، دونك غادي خصو يصبر شويه الواحد. هادشي اللي كاين بلون، كذلك بالنسبه لا فيزيك، بالنسبه لي زوت ماتيير. الا درتو ان بلون دونك غتلقاو نتيجه، مي خصكم تصبروا شي شويه. فوالا، دونك من الدوزيام اني غتكونوا واجدين ان شاء الله، باش دونك تكونوا مرتاحين بالنسبه لي كونكور ديالكم، ونتمنى لكم مسيره موفقه ان شاء الله. نتلاقاو في فيديو جايه. السلام عليكم.